أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم. سنتعلم بإذن الله التدريب الأول لوحدة الوسائط المتعددة. المقدمة: سنستعرض مراحل تنفيذ تطبيق وسائط متعددة يهدف إلى تبصير جميع فئات المجتمع بأهمية الممتلكات العامة. مراحل إعداد المشروع: أولاً مرحلة التحليل والإعداد، ثانياً مرحلة التصميم وكتابة السيناريو، ثالثاً مرحلة التنفيذ والإنتاج. ففي هذه المرحلة يتم تصميم الصور من خلال برنامج الجيم، وهو ما سنتعرف عليه في هذا التدريب. رابعاً مرحلة التجريب والتطوير، خامساً مرحلة النشر والتوزيع. ماذا نقصد ببرنامج الجيم؟ هو برنامج لمعالجة الرسوميات والصور الإلكترونية، وهو اختصار لـ General Image Manipulation Program. مميزات برنامج الجيم: أولاً برنامج احترافي مجاني بالكامل ومفتوح المصدر، ثانياً يدعم اللغة العربية، ثالثاً إمكانية تحسين مظهر الصور والتعديل على الألوان، رابعاً إمكانية تجميع عدة صور مع بعضها البعض، خامساً إمكانية تقليل حجم الصورة، سادساً إمكانية رسم الشعارات وإنشاء صور متحركة، سابعاً يدعم عدد كبير من أنواع الملفات. سنتعرف على تشغيل البرنامج وعلى مكوناته الرئيسية. اذهب إلى قائمة ابدأ واختر البرنامج بالنقر عليه. سنبحث عن اسم البرنامج ثم ننقر عليه. فتظهر لي نافذة البرنامج. تتكون من الشريط الأول، وهو شريط القوائم الرئيسية، ملف تحرير تجديد، فتمثل القوائم الرئيسية. هنا تمثل منطقة العمل، وهنا صندوق الأدوات، وهو شبيه بصندوق أدوات برنامج الرسام. وهنا خيارات الأدوات، وهي خصائص الأداة، كل أداة منشطة لها خصائص. وهنا نافذة الطبقات، وهنا أداة التراجع. هنا منطقة الفرش، الملخص، برنامج الجيم تعريفه هو برنامج لمعالجة الرسوميات والصور الإلكترونية. مزايا: مجاني بالكامل ومفتوح المصدر، يدعم اللغة العربية، تحسين مظهر الصور والتعديل على الألوان، إمكانية تجميع عدة صور مع بعضها البعض، إمكانية تقليل حجم الصورة، إمكانية رسم الشعارات وإنشاء صور متحركة، دعم لعدد كبير من أنواع الملفات.